السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله، الله يسلمك. تو نور بيتي. نور نورك يا محمد. ما شاء الله عليك، التزام. ايه انا ملتزم دائما دائما ملتزم. الفنانة فاطمة الحوسني، تفضل حياك الله. دام فضلك. يا مرحبا وسهلا، تفضل. ام احمد، يا مرحبا وسهلا، شو اخبارك؟ بخير الله يسلمك. اول شيء ابغى اشكرك بالبدايه من انت استقبلتينا في بيتك الرائع الجميل هذا. والله هذا قليل في حقكم صراحه، وتستاهلون. نحن لو برنامج اعلانات نصور حق لوكيشنات كان سوينا لك شيء لفه على البيت، لان ذوقك رائع جدا. تسلمون. واعتقد نحن في حلقتنا اليوم بنستغل كذا مكان في البيت. استغلوا البيت بيتكم. انا اللي عرفته ان البرنامج يصور في عده اماكن، فانا قاعد احاول اني انا الحين عشان جبتك البيت وعدلته وزينته، قلت يمكن تغير رايك وتخليني عشان ما يعني سويت لنا. جزاك الله خير. في الجانب الاخر ام احمد، نبغى نروح الى مكان ميلاد الفنانه فاطمه الحوسني. وين كان؟ ابو ظبي، دار الظبي. نعم. ايوه. وترعرعتي في عمان. نعم. انا عشت هني فتره، بس مش فتره طويله يعني. يعني تقريبا كنت صف رابع خلينا نقول. بعدين كملت في ابو ظبي، وبعدين رديت مره ثانيه عمان. انا انسان بطبيعتي احب الهدوء. وبعدين بيني وبينك صارت لي حاله هناك بعد وفاه الوالد الله يرحمه. مع ان اهلي كلهم هناك موجودين بصراحه بامانه يعني، بس انا احب الهدوء، فجيت عمان. انت كي من يوم صغيره تحبين الهدوء؟ احب الهدوء. طفله ما كنت الطفله هاي مالت المطبخ؟ لا، كنت مشاغبه في المدرسه، في الباص، مع مع عيال يعني الايران واهلي واختي، وكنت وايد استغلاليه بعد. استغلاليه في شو؟ وكنت مستوية عليها مدرسة على فكرة. أنا قبل لا أصبح ممثلة كنت حاطة بالي أني أصير مدرسة. هذا الحلم كان؟ هذا كان حلم. أقول لك عندنا البيت، وإحنا كان على فكرة فريجنا كان اسمه البستان قبل في عمان. البستان. هي في البستان للحين موجود. إنزين. إنزين. فكان يعني بين بيتنا ومن البيت الثاني كان في نفس الدتشة شي، فكنت قاعد اليهال. وما كان في طباشير وسوالف، فكنت مستوية عليهم مدرسة بالفحم. مشغلة بيوت الناس ظني. السبورة دار حمد قلم السوالف كانوا يعطونا، كنت أعطيهم. بس ما كان يعني شيء أسوي لهم يا لله، لا يعني أخذ منهم بفك. أيوة هني الاستغلال، داقوس لبن. بس كنت أخش فلوسي عشان ارجع من المدرسه عشان اشتري لي لبن، وهذا يعني شو اسمه يمع. عندك مفهوم الادخار من زين. عندك صديقات من يوم الطفوله لين اليوم تتواصلين وياهم، تذكرينها وتسولفون عن ذكريات الطفوله؟ لا صدق لا، بس في وحده من صديقاتي هي بعد شويه مقربه يعني من الاهل بس من بعيد. لما سكنت هالبيت من حوالي 4-5 سنين كنت أصور عمل مع الأستاذ الله يذكره بالخير، الأستاذ سلطان نيادي. نعم. وشافتني في الإنستغرام وكلمتني ناسي الموضوع، بعدين جتني قالت لي أنا فلانة في عدال بيتنا بعد فريجنا. والله العظيم أنا أشياء ذكرياتي تضحك في مقبرة عدال بيتنا. جتني عقب قالت لي ما تحيدين يوم كنا نطلع مدرسة نركب فوق الجدار مال المقبرة وننط داخل. يا شو هالطفولة هاي. هي أقول لك فرط حركة بالمصطلح اليوم طبعا، فرط حركة. هي يعني ماشي أقول لك. بس بعدين شوي طبعا شوي كبرت وهذا الحمد لله. وصلت لسن معين قمت أجمع فعلا. ترى أقول لك أنا مخي تجاري، ما يجمع عشان محلات ولا أنا أسوي لي لا، أنه يكون عندي بيت. الله، هذا حلم صار من الصغر. هذا حلم من الصغر. العائلة، شو كان العائلة اللي تكونتي منها أنت؟ إخوانك كم؟ شو ترتيبك بينهم؟ نحن ثلاث بنات وولد، أنا الكبيرة طبعا. الكبيرة الله سبحانه. وبعدين عندي أختي أم أحمد. بعدين عندي محمد. وعندي بعدين أختي هاجر. أربعة. إحنا أربعة. كيف كان يعني العيشة كأخوان؟ أنت كنتي الكبيرة المتسلطة ولا الكبيرة الحنونة ولا الكبيرة أنا للحين أحبهم. هذا الموضوع وايد أحبني.
جد تحبين اخوانك؟ ما افتقدتنهم؟ ايه. اعطونا كلينكس. ترى صح انا ما احب اتكلم عنهم وايد. انا اسف ام احمد ولكن هذا دليل فعلا انك تحبين اخوانك. اي احبهم طبعا بس انا يعني بحكم تزوجت وابتعدت عنهم وهم في ابو ظبي طبعا موجودين. بس تواصل يعني هم طبعا بعد بحكم انهم كبروا وتزوجوا وعيال وكذي بس ما صار التواصل مثل قبل بالذات لما يعني توفت الوالد الله يرحمها. الوالد توفى وانت صغيره ام احمد صح؟ اي نعم توفى الوالد وانا صغيره يعني. بس الوالدة لا الحين تقريبا هاي السنة الرابعة توفت. الوالدة توفت أنت صغيرة كم يعني 10 15؟ لا لا كنت تقريبا 15 شيء 14 15. طيب التأثير اللي صار عليك من بعد وفاة الوالد أول شيء تذكرين شيء من الله رحمة الله عليه؟ الوالد الله يرحمه أنا خذيت منه وايد أشياء جميلة غير إني أنا أشبهه. ما أخذ ملامح أبوك؟ اللون إيه. خذيت منه المصداقية، خذيت منه الصدق، خذيت الكرم، خذيت منه هذه يعني الأشياء كلها الزينة. وفاة الوالدة رحمة الله عليها كان تقريباً 4 أو 5 سنوات. شو تذكرينها؟ ما بتصحين أنا بقول شو تذكرينها من عند موقفتي يعني والناس من كلماتها اللي أعطتش دافع ومفاهيم حلوة في الحياة شو؟ لو يعني شوف لو برمس عن الوالدة ما بوفيها حقها بس أنا بختصر هذا كله. الموت علينا حق بس الفراق صعب. أذكر موقف مرة صار مع الوالدة كنت طالعة من عمان والشمس يعني حر موت وأختي ويعرفوني أنا هذيك الأيام يمكن أذكر ما كنت أكل دياي ولا لحم وشي فقلت حق أختي سوي لي سمك. وصلت البيت دخلت توها مخلصة صلاة توني بسلم عليها ولا تدس يدي ما تبغي ترمسني. هذا الموقف الوحيد اللي صار وسكت طلعت برا تعرف الأم ما تقدر تقول ظلمت الدنيا فعلا ظلمت الدنيا. ركبت سيارتي طول الوقت أصيح السمك زين اللي طلبتي وتقول لي أختي يرسي مسوي لك السمك وشي قلت لها ما أبغى. بعدين قمت أتصل على البيت قبل يجيبون هالموبايل أذكر اتصلت على البيت أسمع صوته وأسكر تقول أمي يا حليل صحت ما قدرت يعني سكرت. بس أبى أقول شغلة وايد مهمة يعني طبعا أقول لو يرجع فيني الزمن ما ترك كل شيء عشان أمك عشان أمك.